السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ المغربي مع صفاء. وصفة اليوم غادي تكون عبارة عن بقلاوة أو بحلاوة، باكلافا كيفاش كيسميوها التركيين. فكنتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، جربوها وتنجح معاكم. بالنسبة للورقة اللي غادي نحتاجو فهي ورقة الفيلو ماشي ورق البسطيلة، كتباع هكا في المتاجر الكبرى بحال لي سوبر مارشي، كتكون مكتوب عليها بات اهل فاس. وغادي نحتاجو لا مارغارين، فانا هنا ما كانش كتوفر عندي زبده يعني تكون حيوانيه او بحال البدويه دلعب اولاد العبار، فاستعملت لا مارغارين. وعندي 200 غرام ديال اللوز محمر و 200 غرام ديال الكركاع محمر، وعندي القليل من القرفه، وحده الزه بنكهه زهر البرتقال، والقليل من نكهه اللوز روح اللوز. اول حاجه غادي ناخذ القرقاع وغادي نهرمشوه مع القليل من القرفه والقليل من الزه زهر يعني نكهه الزهر البرتقال والقليل من السكر. غادي نهرمشوه مزيان كيف ما كتشوفوا، ونفس العمليه غادي نديرها اللوز كذلك، القليل من القرفه قليل من سكر سنيده. وغادي نستعمل هنا بديل الالزا زهر نكهة اللوز، وغادي نطحن كذلك جيدا اللوز ديالي نهرمشو. بالنسبة للزبدة فلازم اننا هنا كنستعملو زبدة البندق. اذا الطريقة ديالها كناخدو الزبدة تندوبوها على نار مهيلة، تنخليوها مع التحريك المستمر هكا كيف ما كتشوفو حتى كتغبر ديك الكشكوشه اللي كتكون فوق ديالها، يعني كتختفي ما كتبقاش، وكيوليو عندنا حبيبات في القاع ديال الكاسرول قويين، اي كيتبخر منها الماء او الحليب اللي كيكون فيها، وكيوليو عندنا حبيبات في القاع ديال الكاسرول، فكتكون وجدت لينا زبده البندق ديالنا. من بعد غادي ناخذ ورق الفيلو. ورق الفيلو فهو ماشي بحال ورقه البسطيله، ورقه البسطيله يعني كنخليوها يمكن واخا ما نغطيوهاش ما كتخسرش لينا، ورق الفيلو بالعكس فهو حساس جدا وبالزربه كيتهرس لينا الا ما غطيناش، فمن الاحسن تحتفظوا به في منديل اللي يكون ناشف كيف ما شفتوا انا معايا دايره. ومن بعد غادي ناخذ المول اللي غادي ندخلو فيه نطيبو فيه البقلاوه ديالنا، غنعملو نصف ورق الفيلو الطبقه الاولى، وغادي ندهنها جيدا كيف ما كتشوفوا معايا بالزبده، فالبقلاوه كتبغي الزبده يعني تدهن مزيان باش كتجينا ديك التقرميشه ديالها. واللي بغى يخفف الزبده ويزيد القليل من الزيت فممكن انكم تزيدوه. انا كنهز حتى الجوانب ديال الورق وكندهن، ممكن تدهنوا ورقه بورقه او جوج ورقات بجوج ورقات، ولكن انا اختاريت انني نعمل هكا طبق يعني طبقات كاملين عاد ندهنها. ومن بعد كناخذوا المكسرات ديالنا وكنعملوا طبقه تكون معقوله من المكسرات، ممكن تعويض اللوز والجوز باي مكسرات عندكم متوفرين، كيبقى لكم اختياري كذلك. ومن بعد غادي ناخذوا ورق الفيلو يعني المتبقي ديالنا الكميه اللي بقات لينا، وغادي نعملوه من فوق، يعني طريقه سهله وموضحه كنتمنى تكون واضحه لكم كيف ما كتشوفوا. ونحاول ندخل كاع الجنبات اللي باقيين، ومن بعد ناخذ سكين ونقطع على حسب المربعات اللي انا بغيت ديال البقلاوه ديالي او بحلاوه، نبقى هكا كنقطعها حتى نحصل على مربعات، او ممكن ديروا مثلثات اللي بغيتو، ممكن تقطعوها كيف ما بغيتو. انا كنقطعها عاد كندهنها جيدا بالزبده، ومن بعد فاللون ديال الزبده هنا ما واضحش باين طاغي شويه، فهو عكس ذلك يعني كتكون خفيفة، كتكون ما كتكونش هكا قوية بزاف، فقط كنظن مع الفلاش بان هكا كيف ما كتشوفوه هنا، ملي كندهن فكيبان أصفر يعني ماشي بني.
ومن بعد غادي ندهن جيدا الزبدة ديالي من فوق، فخاصكم تدهنوها مزيان باش توصل الزبدة لجميع الورقات الفيلو اللي عندي، ومن ندخلها للفرن تقرمش ليا وتجيني مقرمشة وغزالة في المذاق. ومن بعد ما دهنها غادي نعاود نقطع المربعات ديالي باش يكون سهل عليا انني نقطعهم من بعد ما طيب ليا. ما تخافوش من كميه الزبده اللي استعملت. من بعد غادي ندخلها للفرن على درجه حراره تكون عاليه من فوق وتحت، وها هي النتيجه من بعد ما خرجتها كيف ما كتشوفوا مقرمشه ومحمره حتى كيولي عندي داك اللون الذهبي. هنا غادي تكون الوقت اللي غادي نسقيها بالشربات او القطر، غادي نخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف. من بعد ما نسقيها بالشربات نخليها ساعتين في المكانه حتى تشرب لي دوك الشربات وتعسل. وهنا للتزيين كيبقى اختياري، فانا بقى لي القليل من الجوز واللوز زينتو بها. كيف ما كتشوفوا النتيجه من الداخل كيف ما كيبان لكم، فهو واضح يعني الفويتاج ديالو مبينين. وهنا هذا هو الشكل ديالها عن قرب، كتقرمش غزاله ومعلكه كيف ما كتشوفوا، شاربه ليا السيرو اي الشربات او القطر. غير خليكم في صندوق الوصفه غادي نخلي لكم الرابط. كنتمنى الوصفه اليوم تجربوها وتنجح معاكم وتعجبكم، وتخليوا لي التعليقات ديالكم ما تبخلوش عليا بها. كنتمنى الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ديروا سابوني سبسكرايب او اشتراك، وتخليوا لي التعليقات ديالكم كيف قلت لكم، ولي لايك وتبارطاجوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم.